في قلب الحدث الموسيقي مع شبكة كانجي لجيزي. أهلا سيكادر. الله يسلمك وشكرك. أنتم على بأس بيا. ألور بديتنا بأوسكار استخبار. أوسكار وي. أوسكار السينجل اللي دار بزاف ويحبوه بزاف ناس وكان خرج في 2014 13 سنة مر الألبوم الأول تاعك. بزاف ما قبلهمش بلي الألبوم الأول تاعك خرج في 2001 سيتي لو بخومي هذاك هو وما نعرفوش بزاف ما دارش عليه ما دارش بزاف ما دارش الهضرة عليه بزاف باسكو كادير كان هذاك الوقت كنت عندي ليكسبيريونس ما كنتش نعرف نخير لي سي جايب عليك كنت صغير ما عنديش ليكسبيريونس ما عنديش التجربه كان البرومي البوم تاعي مي كانت البدايه تاعي وكان لا برومي البوم تاعي في 2001 لا شونس تاع بكاتني اللعابه اللي مازال لي توجور نغارديها كوم هي الاولى او باساج الناس اللي مازال ما شافوش الكليب الي ديسپونيبل كليب بكاتني اللعابه تاع بكري وقت درتو في 2001 2001 مع اسماعيل يزيد لا علاقه مع مع فيان فيرموا ولا مع لي كليب سي لي ديبي هذوك دوك باك انا نشوف انه اللي ما عندوش ماضي ما عندوش حاضر وما عندوش مستقبل الحوايج اللي يقعدوا دائما في قلبنا ودائما باسكو كانت البدايه تاعي وكنت نحوس على كادر وين راه هو الشيخ خدم كادر او كادر جوست ما نهضروا على الراي تاعك ولا نهضروا على الموسيقى ديالك راهي بين القديم بين الجديد بين الراي تاع اللي راحوا الله يرحمهم كيما حسني الله يرحمه نصرو خالد مامي الراي تاع كادر جاء في وقت وين الناس بدات تهضر على هذه الموسيقى نحبوها ما نحبوهاش نسمعوها فامي ما نسمعوهاش انت ستيل تاعك كيفاش تقدر تهضر عليه ولا كيفاش واش كيفاش يمثلك واش نقول لك انا الستيل تاعي اللي تاع الراي اللي يعني نخدم فيه انا الحمد لله ما جاش من العدم جا من خدمه صافي 18 طون دوك كارير 18 سنه راني نخدم دائما كنت نحوس على كادير واش راح يغني كادير واش راح يمد للجمهور كادير خيرت باسكو الحاجه الاولى اللي سيد في حياتي نديرها انه دائما نغني حاجه نقيه حاجه بروب اللي تدخل للبيوت الجزائريه وكي تسمعها وفامي هذه الاشكاليه اللي كانت عند مغنيين الراي يقول لك انه ديجا الراي كان ممنوع ديجا باش تشوفه في التلفزيون مع الاول مع الوقت جات جينيراسيون تاع خالد حسني حتى لحقت لينا الستيل تاع كادير راني نخدم عليه الحمد لله الناس تقبلوه باسكو فيه كلمات اللي خارجين من الواقع المعاش تاعنا اللي رانا عايشينه الحان بسيطه اللي يقدروا الناس يعاودوها هذه الحاجه اللي كنت دائما نحوس عليها ومازالني نخدم ما نقولكش انا لقيت اني نخدم في الكولوار تاعي اني رايح في الكولوار تاعي واحد واش داك من باب الواد للتراب ايوا حكايتك مع التراب واش هي بون التراب نذكروا اللي راهم يشوفوا فينا بلي هو الطبع موسيقي باب الواد يقول لك واحد الجروه ما يغنيش تراب انا بحكم التراب هو اصول تاع الرايه يعني في البدايه قوانين الناس الغرب دوك بالك انا كي كنت صغير ما قعدتش غير في الجزائر ما قعدتش جي قريت بالعباس اصلي من الصحراء هذه الحوايج اللي عاونوني كاع باش تكون نكون نسمع الموسيقى نسمع الاغنيه الصحراويه كيفاش دايره نسمع الاغنيه تاعنا البحرينيه كيفاش دايره والشعبي تاعنا المزيج هذا الاختلاط من الطبع هو اللي خلاني نخرج بهذا الفؤادي واش حكايتك مع شاب طارق؟ طارق؟ اه اغنيه واحده شاب طارق على بالي بلي عندك حكايه معه وي 98 98 كانت الاغنيه الاولانيه اللي طلعت بها طلعت بها في عرس في الحومه في باب الواد في الريميزون العرس دائما نحكي عليها هذا كانوا دايرين اوركس فوق السطح جي با بيزوان دو تابيتي هي كانت الاغنيه الاولانيه اللي غنيتها وما كملتهاش باسكو طلع خويا وانا كنت نحشم من خويا ولا على ساك تعرف في السطح شفته وحطيت الميكرو وبديت من السطح للسطح كادر نينجا ومن بعد ولا جابوني كادر نينجا حطيت الميكرو وهرب من السطح للسطح كنت ماشي خوف بالقدر بل مانيش حاب نغني قدام وكنت نحشم كنت صغير هايدا مي ابخي ومن بعد خويا الله مازال هو اللي عاوني قال لي زيد كمل مادام عندك الموهبه هكذا باغي نسمعك حاجه تاع على بالي بلي انسان ولا الاغاني ديالك يعاودوهم بزاف بصح واحد الريميكس راني باغي نسمعه لك اسمع هذا الريميكس داروا طارق لاسيرتي
طريق حبيبي اللي دائما نخدم معاه ويحب يدير حوايج هكذا يحط فيهم لاتوش تاعو نقول له يعطيه الصحه طالما اللي يكون اللي خرجوا في انتسباب. كونوا في قلب الحدث الموسيقي مع شبكه كاتجاي الجزائري.